ويضيف دونالد رامسفيلد في مذكراته أن 3 من المرشحين الديمقراطيين الأوائل لمنصب الرئيس قد أعلنوا صراحة في حملاتهم الانتخابية للأعوام 2000-2004-2008 قناعتهم بأن صدام حسين كان يمثل تهديدا لبلدنا، ولكنهم تصرفوا بعد ذلك وكأنهم لم يقولوا شيئا من هذا القبيل. وبهذه الطريقة يبرر دونالد رامسفيلد حملته الشرسة لقلب نظام الحكم في العراق، مما جعل معارضيه يتهمونه بعد غزو العراق واحتلاله بأنه كذاب ومجرم حرب. War criminal! War criminal! War!